اليوم الفيديو مختلف تماما. اطلع من داري اطلع من داري. وهي واحدة من اقوى القصص بتاريخ اليوتيوب العربي كامل. اليوم راح نحكي عن قصة اخطر شاب بتاريخ الاردن. وايش فيه؟ وين الشرطة؟ وين الشرطة؟ وين الناس؟ الشاب اللي قتل وسرق ونهب. الشاب اللي اسس عصابة اقوى بكثير من عصابة لبنى الكوشية. اطلع من داري اطلع من داري. الشاب اللي طلعت مظاهرات بالاردن الطالب بالقبض عليه. ونهايته ما كانت صادمة لكل الأردن، كانت صادمة لكل الوطن العربي. الفيديو اليوم غير يا جماعة، لأنه بكل بساطة رح نتكلم عن أبو علي الزنخ وعصابته. الحكم عليه بالإعدام شنقا حتى الموت، بالإعدام شنقا حتى الموت. مرحبا يا جماعة، معكم محمد هيكل، جيت كل يوم بفيديو جديد. بما اني طلبت منكم الفيديو الماضي 100,000 لايك ووصلتوا اكثر من 120,000 لايك، فاذا بتوصلوا هذا الفيديو 100,000 لايك باول يوم راح انزل عطول فلوج اسطوري صورته بمصر. مطاعم قصر الكبابجي بترحب باليوتيوبر الكبير ابو هيكل. ما تعملوليش حوار، انا مش عايز وجع دماغ. بقولك ايه، بتعلي صوتك بقى، بتعلي صوتك علي عورك. طش تخلو القدام يا جماعة. في جلد، في عنف يا اخوان. يا غريبة ما بتقدر تفهم، مستحيل تفهم. طلع اول ما يوصل هذا الفيديو 100,000 لايك بنزل فلوج مصر على طول. بهالمناسبة السعيدة جايب لكم خبر جدا حلو للناس اللي حضروا الفيديو الماضي، قصة لبنى الكوشية وجهاد بالكامل. بحب ابشركم انه حاليا جهاد حر طريقه موجود في بيت اهله. يا جماعة فلوج مصر هو اول فلوج بصوره بحياتي، الفيديو كثير قوي، فيه شغلات مجنونة مستحيل تتوقع انه ابو هيكل يعملها. فنصيحة، اول ما ينزل احضروه لانه بجوز اندمه واحذفه باي لحظة. بما انك حطيت لايك فخليني ارحب فيك في سلسلة قصص ما بتضحك. في عام 2020 يعني قبل تقريبا 4 سنين من اليوم، كان في شخص اسمه حمدان متجوز وعنده اطفال ساكن في منطقه اسمها المسلخ بالزرقاء. وهذيك الفتره قبل 4 سنين قبل الحمله الامنيه على الزعران، منطقه المسلخ كانت واضحه من اسمها واحده من اخطر الاماكن في كل الاردن. كان بكثر فيها النشاط الاجرامي بشكل جدا كبير، تجاره الاسلحه، المخدرات، شروع بالقتل ومرات القتل بشكل طبيعي يعني. حمدان كان زلمه 50 عايش في منطقه المسلخ، كان رجل فقير جدا. وبتعرف شو مشكله انك تكون فقير وعايش في منطقه من اخطر المناطق بالزرقاء؟ كثير ناس بتفكر انه الفقر هو مجرد انه يكون معك فلوس تاكل وتشرب وتطلع وتيجي. الموضوع اعمق من هيك بكثير. الفقر بهيك اماكن بيكون اسلوب حياه اصلا. الفقر بهيك اماكن بيفرض عليك وين بدك تسكن ومين هم اصحابك وجيرانك وين راح تدرس اذا انك راح تدرس اصلا، وين راح تشتغل اذا انك راح تشتغل اصلا. لما يكون شخص فقير عايش في منطقه جدا خطيره، خلص راح يكون معروف مين هم اصحابه وشو اسلوب الحياه راح ياخذه. مش لانه سيء، لانه هي هي البيئه الموجود فيها. عشان هيك دائما بحكي انا انه هذول الناس هم ضحايا اكثر مما يكونوا مجرمين، وان يكون مجرم شيء متفق عليه تماما. بس شو اللي خلاه يصير مجرم من الاصل؟ طبيعه حياتك بكل بساطه من لما انولدت، خصوصا منطقه زي منطقه المسلخ اللي كانت تضم قوه جدا كبيره اللي هي قوه عصابه ابو علي الزنخ. هاي العصابه كان وضعها شوي غريب، لانه الناس اللي جوا هاي العصابه كان عندهم ولاء جدا كبير وجدا غريب لشخص ابو علي الزنخ، لدرجه انهم كانوا مستعدوا يموتوا عشانه. فعليا في ناس ماتوا عشانه، كانوا مستعدين يضحوا بحياتهم، ينحبسوا، يموتوا، ما عندهم مشكله. كانوا منظمه اجراميه عندهم ولاء جدا كبير لقائدهم. بعد ما ماتت لبنى الكوشيه وانتهت قصتها مع مرور الوقت، خلص اهل الزرقاء حكوا لبنى الكوشيه كان كابوس جدا سيء وان شاء الله انه انتهى وما راح ينعاد نهائيا. لبنى الكوشيه كانت كابوس والحمد لله صحينا منه وخلصت قصته. بس على الجهه الثانيه وبعيد عن عيون الناس كلها، كانت عصابه ابو علي الزنخ قاعده بتكبر شوي شوي، خصوصا انها كانت تمول نفسها بنفسها، فهي منظمه اجراميه معاها فلوس، كانت تمول حالها عن طريق تجاره المخدرات، تجاره الاسلحه واي نشاط غير قانوني ممكن يخطر على بالها. مع مرور الوقت والايام والسنين صار ابو علي الزنخ وجماعته قوه جدا كبيره، لدرجه انهم صاروا اقوى من قوه لبنى بالزمانات باضعاف. يعني لبنى الكوشيه وعصابتها ما بي
يكون هو اشي ابدا قدام ابو علي الزنيخ وجماعته. بس بنفس الوقت هون حمدان اللي حكينا عنه باول الفيديو مش فارق معاه الموضوع كثير، عصابه ان شاء الله 3 مليون عصابه وانا مالي، انا زلم كبير عمري 50 55 سنه مش فارق معي القصص هاي كلها. حمدان بقول لك انا كل همي اروح اخر نهار على البيت يكون معي اكل اطعميه لاولادي، واذا ظل معي فلوس اعطيهم مصروف على المدرسه. بس حمدان اكيد مش راضي عن الوضع ولا راضي عن المنطقه الساكن فيها، اكيد ما بده اولاده يكبروا بحاره ابو علي الزنيخ، اكيد ما بده اولاده ينخرطوا معاهم، خصوصا انه ما في قدامك خيارات. انت في منطقه المسلخ ب 2020 بتعرف شو يعني؟ يعني انت في واحد من اخطر الاماكن بالاردن. لما ابنك ينولد ويكبر ويتربى مع هذول الناس لا تتوقع منه ابدا يطلع دكتور اسنان. ذاكرين جهاد كيف كان عنده حلم يطلع من جبل ابيض مهما كلف الموضوع؟ حمدان كان عنده نفس الحلم، كان عنده حلم انه انا بدي اطلع من منطقه المسلخ مش عشاني، عشان اولادي، ما بدي اياهم يكبروا بهيك مكان. يا جماعه خليني احكي لكم شغله صغيره، حاليا منطقه المسلخ منطقه زي اي منطقه بالاردن، يعني لدرجه انه انا شخصيا قبل فتره رحت عليها وتجمعوا علي المتابعين هناك، المكان كان جدا طبيعي وما في اي شيء ممكن يخوف اي انسان. بس قبل 4 سنين كان الوضع مختلف تماما. بس حمدان مش طالع بايده اشي، حمدان زلمة بالخمسينات كبير مريض مش قادر يعمل اشي، ما بفكر غير باشي واحد، بدي اطلع اولادي من هاي المنطقه. بس للاسف انه تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، لانه حمدان كان زيه زي كثير من الشعب الاردني عايشين تحت خط الفقر، الاشي اللي ما بسمح له يحدد اصلا وين يعيش وكيف يعيش، ولا بسمح له يقرر وين بده يدرس اولاده اذا انه درسهم اصلا. خلص انا اولادي كل يوم الصبح راح يطلعوا على المدرسه وراح ينخرطوا مع كل الاشكال اللي بنحكي عنها، وهو ما بيقدر يمنع هذا الاشي لانه هاي هي البيئه الموجود فيها، خلص ما بيقدر يعمل شيء. بس مع هيك ما ترك الموضوع وكان يسعى قدر الامكان، بالرغم من انه كان امام مسجد متطوع، يعني ما كان ياخذ فلوس، كان متطوع يصير امام مسجد، في مسجد صغير عندهم بالحاره هنا، كان حمدان ماسكه بالكامل من ناحيه الامامه بالمصلين والتنظيف والترتيب وكل شيء، يعني باختصار حمدان زلم كبير بخاف الله حرفيا، لدرجه انه حافظ القران كامل وحتى اولاده حافظين القران كامل. بس زي ما بتعرفوا بما انه كان متطوع اصلا في هذا المسجد فما كان ياخذ فلوس، فكان كل يوم يصحى قبل صلاه الفجر يطلع على المسجد يرتبه يظبطه ينظفه يئن بالمصلين، يخلص صلاه الفجر يتوجه على سوق الخضره بعمان دايره، ينزل على سوق الخضره يجيب خضره بالجمله من المزارعين وينزل فيهم على الزرقه، يطلع عربايته من البيت يحط عليها الخضره اللي اشتراها بالجمله، وينزل على السوق يدور على اي مكان فاضي عشان يحط فيه العربايه ويصير يبيعها للناس بشكل طبيعي فيربح شوي، مرات كان يبيعهم كلهم، مرات كان يضل معاه شوي يروحهم معاه على البيت، ومرات ما كان ينباع معاه اي خضره اصلا، والخضره اذا ظلت بتخرب تنكب. كانت الايام اللي ما ينبع مع شيء يمسك الخضره كامله يوزعها لوجه الله تعالى بالسوق. فبهاي الطريقه حمدان كان معيش عيلته، يوم يطلع 5 يوم يطلع 10 يوم ما يطلع ولا شيء اصلا، يعني باختصار الزلمه تاركها على الله، وعاش سنين عمره كلها وهو بهاي الطريقه، هو بحاول يبعد عن الشر وبنفس الوقت بحاول يشغل اولاده باشياء ثانيه، بدل ما ابنه يطلع ينخرط مع شباب الحاره كان يخليه يقعد بالبيت ويحفظ القران. فبهاي الطريقه كان يحاول يحافظ على اولاده قدر الامكان، وللامانه نجح بهذا الشيء، لانه بشهاده كل الناس اولاد حمدان هم ناس من اادب وافضل الناس الموجودين في المنطقة. ولكن للأسف اللي صار مع حمدان ثاني يوم إشي غير متوقع نهائيا، ولا حتى بأسوأ كوابيس حمدان اتوقع انه يصير معاه هيك إشي. اللي راح يصير مع حمدان ثاني يوم راح يغير وجه الأردن بالكامل، عشان هيك بدي أطلب منكم من هسه تركزوا معي وتركزوا بتفاصيل القصة منيح. ثاني يوم حمدان صحي قبل صلاة الفجر بشكل طبيعي جدا، توجه على المسجد نظفه ورتبه وتكتك أموره، قام بالمصلين بشكل كامل، خلص الصلاة وبده يتوجه على سوق الخضرة عشان يجيب البضاعة، ولكن كان في شغلة صغيرة انه حمدان ما كان معاه فلوس يجيب الخضرة اليوم اصلا، فراح الزلمه طلب منه انه ياخذ منه الخضره وبس يبيعها يرجع حقها للزلمه. الزلمه وافق كونه حمدان عميل دائم عنده ودائما باخذ منه، وحمدان ثقه، يعني الزلمه شيخ وحافظ كتاب الله وامام مسجد اكيد ما راح ينصب عليه. مسك حمدان الخضره ورجع فيهم على الزرقاء وهو بفكر لازم ابيع كل الخضره اليوم ما يزيد معي شيء عشان اقدر اعطي الزلمه فلوسه. راح على بيته جاب العربايه حط عليها الخضره وتوجه على سوق الزرقاء عشان يبلش يبيعها. راح على الشارع اللي بيروح ببيع فيه دائما، بس للاسف هذاك اليوم كانت الحركه مش كثير تمام. حمدان قعد ساعتين بالشارع يلفلف ما صار معاه ولا اي شيء، فقال حمدان هون خليني اجرب اغير الشارع بلكي الله وفقني الله رزقني قدرت ابيع الخضره هاي كامله، خصوصا انه علي دين لازم اسده. ضل حمدان يلفلف بالسوق لما لقى شارع الحركه فيه جدا منيحه، فقرر انه انا بدي الف بهذا الشارع، بدي احط عربايتي هون واوقف استنى الزباين يجوني. هذا الشارع حمدان ما اجى عليه قبل هالمره، بس تفاجئ انه الحركه فيه جدا منيحه، فقال ليش لا خلني احط عربايتي هون، وبلش يستنى الزباين يجوا، والحركه كانت احسن بكثير من الشارع اللي كان يبسط فيه من قبل. بس بنص النهار صار معه شيء غريب شوي، على طريقه لبنى الكوشيه
اجى عليه شاب وقال له انت اصلا مين سمح لك تبسط هون؟ قبل ما احكي لكم شو صار خليني احكي لكم شيء اهم عن ابو علي الزنخ عشان تفهموا كل شيء. ابو علي الزنخ على طريقه لبنى الكويشيه زمان كانت واحده من مصادر دخله هي البسطات والعربيات اللي بتيجي على السوق، يعني خصوصا كل الباعه المتجولين لازم يدفعوا لابو علي الزنخ فلوس، بس هالمره كانت بطريقه مختلفه. لبنى الكويشيه كانت تيجي تاخذ منك فلوس خاوه بدون اي سبب، انا اعطيني فلوس هسه ولا بقتل. ابو علي الزنخ كان مجمل الموضوع شوي فكان ياخذ منهم فلوس بدل حمايه، يعني ما كان زي لبنى الكوشي ينزل على الشارع اعطيني فلوس هسه او بقتلك، لان ينزل على تبع البسطه يقول له اعطيني فلوس عشان احميك، اذا ما بدك تعطيني فلوس انا مش مسؤول شو ممكن يصير عليك من باقي الناس اللي بالشارع، اما اذا انك بتعطيني فلوس فانا بضمن لك ولا اي مخلوق ممكن يتعرض لك نهائيا. بس ابو علي الزنخ يعني ما كان يفرق معاه لا زلم كبير ولا زلم صغير ولا مره ولا بنت ولا طفل، ما كان يفرق معاه حدا. يعني مثلا شوفوا هذا الفيديو النادر اللي بدي اوريكم اياه هسه، صاحب بسطه جدا كبير بالعمر ما دفع لابو علي فلوس، شوفوا شو عمل فيه. هون خلينا نرجع لحمدان شوي. لما اجى عليه الزلمة قال له انت مين سمح لك تبسط هون؟ حمدان زلمة كبير عمره 50-60 سنة، معاه امراض، بخاف الله، امام مسجد، له قدره وقيمته بالمجتمع، مش تبع مشاكل نهائية، اصلا عمره وصحته ما بيسمحوا له يقاوم ولا يعمل اي شيء مع هذول الجماعة. هون حمدان قال له خلنا اختصر الشر، امسك عرباتي واروح على مكان ثاني وخلص انسى الموضوع. كان حمدان يتعرض لكثير مواقف من هذا النوع وخلص اظل ساكت بمسك العرباي بروح على اي مكان ثاني. راح حمدان رجع على نفس الشارع اللي كان يبسط فيه زمان، الشارع اللي الحركة فيه خفيفة، فلحقوا نفس الشاب قال له انت اليوم ممنوع تبسط بالسوق بالمرة، يلا شيل عربايتك منهم. حمدان بلش بكل هدوء وادب يشرح له انه انا والله يا اخوي ماخذ البضاعة بالدين، لازم ابيعها اليوم عشان ارجع للزلمة فلوسه، يا اخي خليني ابسط اليوم ابيع البضاعة معي وبعدين لكل حادث حديث، بس الله يرضى عليك يا حبيبي انت بعمر ابني مشي لي اياها اليوم خليني امشي الليل. هون الشاب حركة جدا مفاجئة قرر يكسر بسطة حمدان بالكامل، قرر يكب كل الخضرة على الارض ويكسر عرباية حمدان. حمدان حاول يمنعه بكل الطرق بس يعني زلمة عمره 50-60 سنة شو ممكن يعمل؟ راح حمدان عليه بردة فعل غير متوقعة، حاول يدفشه بس عشان يبعده عن البسطة، ولكن للأسف الشديد هون صار حدث غير مجرى الأحداث في الأردن كاملة. بعد ما حمدان دفش الشاب، الشاب وقع على الأرض، راسه خبط في حفة الرصيف وفقد الحياة فورا. بس بما انكم وصلتوا لهون اكيد عارفين انه حمدان مش ممكن يقتل ولا ممكن يأذي انسان، حمدان امام مسجد وزلم كبير، بس خلص شاءت الظروف والاقدار انه يصير هيك. حمدان حاول بس يدفش ويبعده على البسطة، الزلم اتعرقل وهو راجع خبط راسه بحفة الرصيف وتوفى فورا. بس اللي انتم ما بتعرفوه انه حمدان في وقتها ارتكب جريمة قتل لواحد من اهم افراد عصابة ابو علي الزنخ. المنظر كان كثير غريب، حمدان الزلم الختيار الكبير امام المسجد الحافظ لكتاب الله اكثر شخص مؤدب في المنطقة قام بجريمة قتل، لا قتل مين؟ قتل واحد من اهم افراد عصابة ابو علي الزنخ. هون حمدان طلع على الارض شاف الدم، شاف الناس متجمعة، بلش يستوعب شو اللي هو عمله، ففورا بحركة ذكية جدا منه توجه على اقرب مركز امني، قال لهم لو سمحتوا انا قمت بجريمة قتل حالا، والشخص اللي قتلته هو واحد من افراد عصابة ابو علي الزنخ، سكونوا احبسوني اعمل بدكم اياه ما عندي مشكلة، بس ارجوكم احموا عيلتي، احموا اولادي، احموا زوجتي، احموا الناس اللي بحبهم، هذول العصابة رح ينتقموا مني باولادي حالا فورا، انا بعرفهم كثير منيح عايش معاهم الي 30 سنة. الشرطة قال لهم أنا حاليا كل عيلتي وولادي بخطر وأنا واقف عندكم ولادي بخطر. فعلا الأمن الأردني فورا تحفظ على حمدان، وجه دورياته على بيت عيلة حمدان فورا، وبحركة ذكية جدا جدا من الأمن الأردني أول إشي عملوه مسكوا عيلة حمدان بالكامل طلعوهم من البيت لأنهم عارفين أنهم حاليا في خطر جدا كبير، وأخذوا لهم بيت ثاني بمنطقة بعيدة وجدا هادية ورايقة اسمها الهاشمية، وتأكدوا أنه ولا حدا من أفراد عصابة أبو علي الزنخ ممكن يعرف عن مكان سكنهم الجديد. نبهوا على أولاد وعقرايبه أوعكوا تحكوا مكان سكنهم،
سكنوا لأي حدا. لازم أولاد حمدان يروحوا على مكان ما يعرفوا عصابة أبو علي الزنيخ هو وين موجود، لأنهم مجرد ما عرفوا وين موجود فإقروا الفاتحة على روح أولاده بالكامل. هون عصابة أبو علي الزنيخ بلشت تدور على أولاد حمدان بكل مكان بالأرض وما لقت إلهم ولا أي أثر. دوروا بكل المحافظات بكل مكان كأنه الأرض انشقت وبلعتهم. خلص أولاد حمدان ما إلهم وجود، حاولوا العصاب بالكامل ما قدروا. تفكروا هيك القصة خلصت؟ حرفيا القصة هسه بلشت. خلص عصابة أبو علي الزنيخ فقدت الأمل تماما بأنها تلاقي أي فرد من أفراد عيلة حمدان. مع مرور الوقت والأيام للأسف واحد من أفراد العصابة قدر يلاقي فيسبوك صالح. صالح يا جماعة الإبن الكبير لحمدان. صالح عمره 16 سنة، لسه في بداية حياته، عنده حلم إنه ينجح توجيهي ويكمل جامعة ويتخرج ويصير محامي عشان يقدر يترافع عن أبوه ويطلعه من السجن. بعد شاب صغير بريء، شو عمره 16 سنة، حياته عبارة عن صلاة وعبادة ودراسة فقط. هو أصلا ما بقدر يختلط بالمجتمع عشان ما حدا يعرف إنه أنا صالح ابن حمدان، ويوصل الخبر لواحد من عصابة أفراد أبو علي الزنيخ. هو أصلا ما كان عنده أي إشي يعمله بحياته، ما كان يطلع من البيت أصلا. خلاص زلمة عنده حلم يصير محامي ويطلع أبوه وماشي بحلمه بالضبط، مقضيها دراسة. بس هون عصابة أبو علي ما عندها غير حساب فيسبوك لصالح. كيف ممكن لاقي صالح من حسابه الفيسبوك، خصوصا إنه مش قاعد بنزل أي معلومات شخصية عليه نهائيا؟ حاولوا طلعوا ونزلوا، بعثوا له تهديدات، بعثوا له كثير شغلات، بس ما فاد نهائيا. لما عملوا خطة من أذكى الخطط اللي شفتها، راحوا عصابة أبو علي جابوا بنت من نفس العصابة، عملوا لها حساب فيسبوك جديد، بينوها إنها بنت عالم وناس وبنت مؤدبة وخلوقة ومحترمة وبتخاف الله. حطوا فيها كل الصفات اللي توقعوا إنه صالح بحبها بالبنت. يعني باختصار فصلوا لصالح فتاة أحلامه وخلوها تحكي مع صالح على الفيسبوك. صالح بلش يأخذ يعطي معها على الفيسبوك، خصوصا إنه قاعد بشوف بنت مفصلة زي ما بده بالضبط، خلوقة مؤدبة محترمة بتخاف الله، لابسة خمار، حافظة كتاب الله بالكامل. صالح هاي هي البنت اللي بتمنى يتجوزها اصلا. ظلوا يحكوا مع بعض على الفيسبوك لما تكونت بيناتهم علاقة بعد شهور. تخيلوا هاي العصابة قديش قاعدة بتخطط على مدى بعيد. مع الوقت صار صالح يوثق فيها ويحلم انه بيوم من الايام يقدر يتزوج. فنضاف حلم جديد على احلام صالح بعد انه يصير محامي ويطلع ابوه، يتزوج هاي البنت. لحد ما اجى اليوم الاسود اللي بتستناه العصابة من زمان. صالح طلب انه يشوف البنت بمكان عام. البنت طبعا وافقت. صالح كثير انبسط، اخيرا راح اشوف البنت اللي بحلم اكمل حياتي معها. راح فتح الخزانة، لبس احلى شيء بالخزانة، اشترى بنص الفلوس اللي معاه عطر والنص الثاني خلاهم معاه اجار طريق يروح ويرجع. طلع من البيت مع انه له زمان ما طلع من البيت. صالح نسي كيف شكل الشارع اصلا. طلع من البيت، وقف الباص، ركب بالباص وهو جدا متوتر انه شو بدي احكي معاها، كيف احكي معاها. فاهمين علي الموقف لما تطلع مع بنت لاول مره بحياتك، خصوصا انك جد بتحبها من قلبك. وصل المكان اللي هم متفقين يلتقوا فيه، باب الاحوال المدنيه بالسوق. صالح نزل من الباص، وقف باب الاحوال المدنيه، بس للاسف ما لقى البنت اللي كان يستناها. لقى باص كامل مليان من عصابة أفراد أبو علي الزنيخ. المفاجأة إنه السايق كان أبو علي الزنيخ شخصيا. أبو علي إله زمان بيستنى بهاي اللحظة وبيخطط لها هو أفراد عصابته. أبو علي الزنيخ شخصيا بده ينتقم من هذا الطفل البريء اللي عمره 16 سنة، اللي ما إله ذنب بأي إشي بيصير بهذا العالم. اللي حاب يكمل القصة بعد هيك كملها على مسؤوليتك الخاصة، جد مش لأصحاب القلوب الضعيفة. بعد ما شافوا صالح أول إشي عملوه خطفوه وحطوه بالباص، أخذوه على منطقة جدا مقطوعة بالزرقاء اسمها مدينة الشر. دخلوه على بيت واحد من أفراد العصابة وحطوه على الطاولة. بتعرفوا شو أول إشي عملوه بصالح؟ أول إشي عملوه كسروا له أصابعه العشرة إصبع إصبع. بعديها جابوا مقص وقعدوا يقصوا أصابعه واحد واحد. أبو علي الزنيخ ما كان بده يقتله، لا، أبو علي الزنيخ كان بده يتمنى الموت ألف مرة وما يلاقي الموت. كان يقطع أصابعه وهو قاعد بضحك وبيدخن وبمزح مع أفراد عصابته. بعد ما كسروا له أصابعه وقطعوا له اصابعه ما اكتفوا، راحوا جابوا سكينة كبيرة من اللي بقطعوا فيها اللحمة وحطوا ايد صالح وقطعوا له ايده اليمين. وبعديها بكل هدوء وبكل برودة اعصاب وهم بدخنوا وبمزحوا وبضحكوا قطعوا له ايده الشمال. صالح كسروا له اصابعه وقطعوا له اصابعه وقطعوا له ايديه. تفكروا هون خلصوا من صالح؟ طبعا لا، مسكوا السكين وفقعوا له عيونه. حرفيا مسكوا السكين ودخلوها بعيون صالح الطفل البريء اللي عمره 16 سنة ما له دخل باي شيء بصير. حطيت ايدي مسكها ثبتها، ضرب ضرب ضرب، تقريبا ضل شريانين والجلدة البلطة حافية، صار حت فيهم. انا احكي الله اكبر وهو يكفر عشان حافية. وبعدين نزلوا يطعنوا فيه في كل مكان في جسمه، حرفيا صالح فقط ايده اليمين وايده الشمال وعيونه وبنزف من كل مكان. هون صالح حرفيا صار بين الحياة والموت. مسكوه زتوه بمنطقة جدا فاضية عشان يموت لحاله موتة سيئة وشنعة جدا. بعد ما زتوه صالح كان ينزف بكل مكان من جسمه لدرجة انه كان ضايله دقائق معدودة وراح يفقد الحياة، ما راح يضل دم بجسمه نهائيا. شو تخيلوا المنظر، زلمة مقطوعة ايده الشمال ومقطوعة ايده اليمين
سنين وعيون الثنتين مفقعات ومطعون وبنزف من كل مكان بجسمه ومضروب بكل مكان. هذا كيف ممكن يعيش؟ شخص بدون ايدين وبدون عيون كيف ممكن ينقذ حاله بهيك موقف؟ فصار صالح يلحق اي صوت ممكن يسمعه بالشارع ويلحقه ويصرخ، بده اي حدا يجي وينقذه من الموقف المحطوط فيه. صالح ضايل لحياته دقايق، يا حدا بنقذه يا راح يموت فورا بمكانه. لو يسمع صوت بس بيلحق البسه وبصير يصرخ، لو يسمع اي صوت بيلحق ورا الصوت لانه ما بشوف، عيونه تفقعوا. ومن حسن حظ صالح انه سمع صوت سياره فركض عليها بكل طاقته. الزلمه سايق السياره بس شاف منظر صالح اول شيء ما صدق اللي شافه، لدرجه انه اول شيء عمله صور صالح فيديو. واحفظوا لي هذا الفيديو منيح لانه راح نرجع له. بعد ما صور الفيديو اخذه بسرعه على اقرب مستشفى، وبشكل جدا اعجازي وبمشهد جدا درامي وبفضل ربنا ثم الدكاتره صالح راح يعيش. ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. بس اللي ما بتعرفوه يا جماعة انه صاحب السيارة بعد الموضوع ما خلص وبعد ما صالح طلع من المستشفى شارك الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي بشكل بسيط عادي. زلمة صور فيديو اشي جدا غريب شافه قدامه ونزله على منصات التواصل الاجتماعي، وبشكل جدا غريب الفيديو انتشر في كل العالم. لما احكي كل العالم انا ما ببالغ، كل العالم، اوروبا، امريكا، الدول الخليج، الاردن، الفيديو انتشر في كل مكان بالعالم. قصة صالح صارين حكي فيها بامريكا، باوروبا، بكل مكان بالعالم، لدرجة انه في رؤساء ووزراء ونواب بكل مكان بالعالم طلعوا متعاطفين مع صالح، بدهم يتعاقب اللي عمل هيك. الاردن كلها طلعت تطالب بحق صالح. الشرطة الاردنية بظرف ساعات قبضت على الفاعلين بالكامل وصدر فيهم حكم بالاعدام شنقا حتى الموت. 72 على 1 من قانون العقوبات، الحكم عليه بالإعدام شنقا حتى الموت. اللي بدي تعرفوه يا جماعة يمكن اللي صار مع صالح واحد من أبسط الجرائم اللي صارت، بس الفرق إنه صالح تصور وغيره ما تصور لليوم ما حد دري عنهم. إنه بهذيك الفترة كان في 1000 صالح، مش صالح واحد بس، كانوا الزعران وشباب العصابات يعملوا جرائم جدا فظيعة، بس الفرق بينهم كلهم انه صالح تصور وباقي الناس ما تصور وما حد دري عنهم. عشان هيك ابو علي الزنخ وافراد عصابته ناس من اخطر الناس اللي مروا بتاريخ الاردن. برضو انتوا بتفكروا اذا انه حمدان ابو صالح قتل واحد من افراد العصابة بعدين العصابة مسكوا صالح وانتقموا منه هيك بتكون القصة خلصت؟ لا، حرفيا انت حاليا باهم جزء بالقصة. وهون الدولة الاردنية اخذت قرار غير وجه الأردن بالكامل، قرار جدا مؤثر. الدولة الأردنية بعد ما انتشر فيديو صالح قررت القضاء على كل أنواع أشكال الزعرنة والعصابات والبلطجة بالأردن بشكل كامل وللأبد. اعتقلوا كل شخص مشتبه فيه، مش متورط، مشتبه فيه. حملات أمنية صارت في كل مكان بالأردن مش بس بالزرقاء، ما خلوا شخص أزعر إلا مسكوه وزتوه بالسجن. الأردن ما كان بدها قصة لبنى الكوشية تنعاد ولا في أي طريقة من الطرق. عشان هيك بإيد من حديد يا جماعة، ما خلوا أزعر ولا بلطجي ولا عصابة ولا أي نوع من أنواع المظاهر أو الأشكال هاي نهائيا بالأردن. عشان هيك أنا كل ما أحكي قصة بحكي لكم ما قبل الحملة الأمنية إشي وما بعد الحملة الأمنية إشي ثاني تماما. حاليا بقدر أحكي لكم إنه ما في ولا أي شكل من أشكال العصابات بالأردن نهائيا. الحملة الأمنية ما خلت ولا أزعر ولا مطلوب إلا جابتهم وزتتهم بالسجن. اليوم ما في ولا أي منطقة بالأردن تعتبر خطر. منطقة المسلخ منطقة هادية زيها زي أي كان بالأردن، لدرجة إنه وريتكم قبل شوي فيديو إلي فيها وقديش في ناس متجمعين علي والوضع طبيعي. طيب أبو هيكل أنت ليش عملت هذا الفيديو وشو الهدف من هذا الفيديو؟ خليني أحكي لكم شغلة يا جماعة بكل صراحة، أنا شخص جدا متعاطف مع حمدان أبو صالح، راح أكون أسعد إنسان بالعالم لو تم إعادة النظر في قضيته. أنا متأكد إنه حمدان في وجهة نظر القانون قاتل، بس عند أي قاضي وعند أي محامي في إشي اسمه روح القانون. صح في وجهة نظر القانون قاتل، لكن في روح القانون هو شخص بريء. خلاص يما يما طلعنا يما يما خلاص يما يما يا رب. زي ما شفنا جهاد خفف حكمه جدا وطلع من السجن، انا من كل قلبي بتمنى وراح اكون اسعد انسان بالعالم لو تم اعادة النظر في قضية حمدان وتخفيف حكمه ونشوفه مع صالح ابنه. تقولوا إني لكم عيات راح تقول ماشي. طيب لو قوي يلمسكم قسما بالله ليس بحقيقية قوي مظلوم يما، شو مظلوم يا بي شو مظلوم. يا ريت هسا انا قاعد نايم على التخت، انا قاعد اقول له يابا قول لي مرني يا بدل مكاني يا بي، اذا بنادي عليه قول لي مرني يابا. يا شو بسوي؟
يابا والله لا احلى العالم كله. يمكن يمسك ايدي يمكن يصيروا طبيعيات ايدي. اه والله يما اذا ابوي بيطلع يا الله يا الله يا الله شو بعطيني معنوية وروح ونفس. اذا بيطلع بعطيني روح ومعنوية ونفس ابوي يا ريت يطلع من السجن. وصالح انا متأكد انك قاعد تحضر الفيديو، ارفع صوتك احكي علق على هذا الفيديو، احكي مطالبك، احكي انت شو بدك يا اخي. اقول لك انا مستعد اجيبك ونصور انا وياك فيديو واحكي اللي بدك اياه. هاي المنصة انا بالنسبة لي هي منصة كل مظلوم. انا مستعد يا صالح اجيبك على هاي القناة لحالك تقعد على هذا الكرسي وتحكي كل مطالبك. انا رسالتي مش انه يلا طلعوا حمدان من السجن هسا، انا رسالتي اعملوا مع حمدان زي ما عملتوا مع جهاد اللي قتل لبنى الكوشية، خففوا حكمه وطلعوا من السجن. انا عارف انه احنا دولة مؤسسات ودولة قانون والاشي هذا شوي صعب، بس ما دام صار مع جهاد وتخفف حكمه من الممكن انه يصير مع حمدان ويتخفف حكمه. انتو كمتابعين بدي تحكوا لي وجهه نظركو زي ما حكيتوا لي وجهه نظركو بجهاد، احكوا لي وجهه نظركو بحمدان. واذا انكم بتطالبوا بنفس مطالبي وشايفين انه حمدان شخص ما بيستحق كل هاي العقوبه اللي اكلها، فبدي تعبروا عن رايكم بالكومنتات او اذا عندكم منصات تطلعوا تحكوا عن هذا الاشي. بس والله يا جماعه كان معكم ابو هيكل، بس اتمنى رسالتي من هذا الفيديو توصل. اذا ما حطيت لايك حط لايك، ساهم في انتشار هذا الفيديو. يساوت نشوفكم في فلوق مصر بس توصلوا هذا الفيديو 100 ألف لايك.